المواقع بتاعت الانتاج ولا دارين اقلها. الشيء الثاني نحن اولادنا التوظيف مفترض ان يكون هنا يعني اصلح انت يعني منطقه حقتك والخير كل يمر عبره وانت تتفرج هناك في الزريبه دي حاجه خطيره جدا. حسب شهاداتهم ما نقول زول مثلا بيرعى غنم هناك في الخلا يبقى مهندس لا ده العمال يبقى عمال في السواقة يبقى سواق الميكانيكي يبقى ميكانيكي برق 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 على تفهمكم ومساعدة الوالي وأجهزته في إدارة هذه الأزمة لحد ما وصلنا لهذه المرحلة وبهذه الطريقة الحضارية. وشاكرين لكم أيضا التفهم لالتزامات الدولة عند التزامات مع دولة جنوب السودان وهي جزء من هذا السودان ودولة عزيزة علينا وهم جزء مننا إنه تحسوا بوجعهم وتحسوا بألمهم وبالتزامات الحكومة وتقرروا إنه قبل ما نغادر إحنا تفتح هذا الصدر ده برضو بنبعة وطنية كبيرة وفهم كبير. وحتى في المواقع اللي انتم مقفلينها كان في الشوارع ولا كان في الموانئ كنتم متعاونين تماما مع الولايه في ادخال الاغذيه والمياه والعيام بتاع الجو وكل حاجه فاحنا شاكرين وده الشكل من المطالبات السلميه الموضوعيه اللي يمكن بتدعو لها الثوره. الله اكبر الله اكبر.